مرحبا، زي ما انتم شايفين اليوم مش حاطه مكياج على عيوني. هذا يعني انه التوتوريال اليوم رح يكون متعلق بالمكياج وتحديدا مكياج العيون. اليوم التوتوريال تبعنا حيكون عن كيفيه تكبير العيون بمكياج خفيف وذكي. فعشان نبلش رح نحتاج البرايمر. اول اشي رح احط البرايمر على عيوني من فوق. طبعاً البرايمر بنحطه من الزاوية لعند تحت الحواجب. ليش نحط البرايمر؟ عشان الشادو اللي رح نحطه يضاين معنا لفترة أطول وبيحلي اللون، بيطلع اللون مع باك جراوند حلو. باستخدام القلم الأبيض المبري رح ألون مناطق معينة عشان أبرز هاي المناطق اللي فوق العين. أول منطقة هي فوق خط الرموش شوي من النص، ثاني منطقة تحت الحاجب. نفس الشيء بالعين الثانية. بس عملنا هاي الخطوة بدنا نوزع الأبيض اللي حطيناه، بس ما بدنا نمحيه. زي هيك، شفتوا الفرق كيف؟ إذا حسيتوا إنه بتحتاجوا تستخدموا إيديكم، استخدموا إيديكم. بعد القلم الأبيض راح أحط لون فاتح كمان، نفس الإشي من زاوية هاي لتحت الحواجب. إذا لاحظتوا عم نستخدم ألوان فاتحة عشان لتكبير العيون، بدنا نضلنا مستخدمين أو نحاول نستخدم ألوان فاتحة. نفس الشيء للعين الثانية. تمام، هذا اللوك كمان بنفع للي ما بتحب كتير تحط مكياج، بس نفس الوقت بتحب بتحلي حالها او تحط اي اشي صغير انه تاتش خفيف. هلا بنحوله كمان لمكياج اكثر رسمي. باستخدام الريشه هاي رح اخذ لون مش كتير غامق، رح اخذ لون ترابي مش كتير بارز. ف اخذ هذا اللون. استخدمنا هذا الريشه عشان نقدر ناخذ كميه لون منيحه، بنفس الوقت انه بنقدر نمزجه مع الالوان اللي حطيناه. اوكي، هلا المكان اللي رح نحط فيه هذا اللون رح يكون
بالطبطينة هاي اللي موجودة تحت العظمة تاعت الحاجب تحديداً هون. هلأ في ناس عينيها مبطنين وبستصعبوا يلاقوا المكان المزبوط، كتير سهل إنك تلاقي المكان المزبوط، بدك تمسكي قلم وتضلك تنزلي بالقلم لتحت عبين ما تبين معاكي. يعني إذا العين، رح أحاول أشرح لكم بطريقة ما، إذا العين مبطنة ومش واضحة معاكم هاي الطبطينة، رح تضلكم تنزلوا القلم عبين ما تشوفوا التجويفة هاي، بس تلقطوها بدكم تلونوا مكانها هيك. يعني أنا حددت المكان الصح، بس حددنا بدنا نمزج الألوان أهم إشي بالمكياج هو الخلط والمزج، يعني طلعوا هيك قدي بشع بدون ما نخلط. باستخدام هاي الريشة رح أوزع كل شي حطيته. شوفوا كيف الألوان هدت. نفس الشي للعين الثانية، رح أرجع أوزع بالريشة هاي. هلأ كل شي عملناه هو إبراز وتظليل، بس عشان نحلي العين باستخدام نفس الريشة يلي حطينا فيه اللون الفاتح، رح أخذ لون الغامق اللي حطيناه هون بالتجويفة وأحدد تحت العين. ما بلشت من الزاوية، بلشت من عند موين خط رموش بتبلش. هلأ عشان اللوك بسيط ما رح نحط آيلاينر أسود، رح نحاول نستخدم ألوان فاتحة إجمالاً. فباللون الغامق يلي استخدمناه اللي هو مش غامق كتير، رح نرسم فوق خط الرموش وندمجه بهاي الطريقة. زي ما شايفين إنه خفيف كتير. كمان شغلة بتكبر العين هي استخدام القلم الأبيض عدا عن استخدام الكحلة السوداء داخل العين، فرح نحط كحلة بيضة. وهلأ قربنا نخلص، باستخدام الريشة الصغيرة كتير رح نحط عليها لون أبيض فيه شوية جلتر. هاي الحركة إذا كنتي تعبانة بلغي هذا الموضوع، وبيعطي جمالية للعين وبيفتحها زي هيك. هلأ الحلو بهذا هاي طريقة المكياج للناس اللي تلبس نظارات نظر، بالعادة نظارات النظر بتصغر العيون، فهاي طريقة كتير حلوة. آخر إشي إذا حبيتوا بتحطوا ماسكارا واللوك بصير نهاري، وإذا حبيتوا كمان تحطوا رموش عشان يصير الموضوع مكياج مناسب لليل أو للمناسبات. أصريت أحط الرموش عشان أفرجيكم إنه مش بالتعجيق وبالألوان الكتيرة بيطلع المكياج حلو، فرح أحط رموش ورح يكون لليل ومناسب بس ما حيكون معجق.
نفس الشيء للعين الثانية. أكيد نفس الشيء للعين. هلأ في كتير ناس بتلخبط وين تحط الرموش، عادة بحطوه فوق خط الرموش، لكن الطريقة المضبوطة هي على الرموش، على الرموش من فوق، بس مش عند عند ما بيكون في جلد. أوكي، بس حسينا إنه لزق منحط المسكارا، بس عبين ما يلزق وينشف. بدي أحكي شغلة كمان، إنه ما بتتأيدوا بالحمرة، زي ما ملاحظين الحمرة اللي حطيتها شوي قوية. هذا الحلو بهذا المكياج الخفيف، نشفه. هلأ تقدروا تحطوا المسكارا. ما وسخنا ايدينا منيح. شوفوا كيف انه اللوك صار مناسب لليل وخفيف، وبنفس الوقت اعطى جماليه، وفعليا عن جد كبر العين. بتمنى انه حلقه اليوم عجبتكم، وتوتوريال اليوم تستفيدوا منها وتجربوها على حالكم، ونشوفكم المره الجايه.